ذات السياق، شدد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني في تصريح حصري خاص به تلفزيون النهار على ضرورة تنظيم استيراد المواد الأولية للحد من التبذير وتقليص إخراج العملة الصعبة. ياسين باباسي رصد لنا التالي. إذا الإنسان اللي عنده وثيقة اللي تقدر تسمح له باش يدير استيراد تاع المواد الأولية مثلا للمستثمرين، كان فيه ما عندناش معلومات خاصة في احتياجات المواطنين واحتياجات الناس اللي عندهم مصانع. اذا طلبنا منهم باش يعطونا يعني معلومات على طول العام باش ننظموا قضيه هذه استيراد المواد الاوليه اللي مثلا تسمح لنا باش نقلصوا على استعمال العمله الصعبه، نقلصوا على لو غاسبياج، الناس اللي راهي ترمي في الخبز الى اخره. قضيه تاع الحبوب، وعندنا قضية تاع الحليب ولا تاع شوربة الحليب وتاع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، هذا في الإنتاج الحيواني. في الإنتاج تاع الإنتاج تاع البرودكسيون فيجيتال. وعن مشكل البطاطا، أكد الوزير أنه لن يتكرر، متأسفا أن بلدا بحجم الجزائر يعاني من مشكل المضاربة في المنتجات الفلاحية. البطاطا ان شاء الله باذن الله ما يزيدش يعاود الخطر هذه. احنا ماليش بالنسبه لنا بلاد كيما الجزائر، وطن شاسع وواسع، عنده كل قدرات الامكانيات باش نطيحوا في فخه هذه تاع مشكل البطاطا والمشكل تاع الانتاجات في الفلاح بصفه عامه. اذا نظن باللي فيه اولا قضيه التنظيم، ثانيا قضيه كذلك نظن ولا هذا هو مش يعني كلام ديماغوجي، تخصنا مبدئيا قضية الروح الوطنية. هذه الحكاية تاع إنسان يدير يخبي لي برودكسيون هادو كي سون كولتور استراتيجيك كي سون كاشي، ومن بعد يعاودوا يخرجوا ويديروا لا سبيكولاسيون ويخزنوا إلى آخره، نظن بلي هذا الأولوية من الأولويات. على كل حال هذا، وشكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تصريحه الحصري لتلفزيون النهار، شكر كل الفلاحين على مجهوداتهم، مشددا على ضرورة مرافقة الإدارة لهم بدل أن ترهقهم بمشاكل البيروقراطية. على الجهود اللي راه يبذلها، راه فوق راسنا وفوق عينينا، راه التاج تاعنا في إطار تطوير القطاع الفلاحي، وحنا عندنا اون كونفيونس ابسولي. خاطر الناس راهي تتعب وراهي تخدم وراهي في ظروف صعبه، ولكن لازم الاداره هي اللي لازم تكون يعني سيتان اكومبانياتور، لازم تمد كل جهود باش تتبع وتعاون المنتجين الفلاحيين ولا الفلاحين وليس العكس.